لكريتو ألف ألف مبروك إن شاء الله، والله فرحت لك من نص جوات قلبي. الله يبارك فيكي. بس وينك رولا؟ بدك تجهزي لي حالك من هون ورايح. على شو؟ على الحمل حبيبتي، على الحمل، وجع الحمل ووجع الظهر. يا حرام يا رولا، هذا حبيبتي قبل الحمل، بعد الحمل جهزي لي حالك على الواع والويع والرضاعة والاستفراغ وشي بلا النفس. وهذا جسمك حبيبتي كله بده يدعبل دعبلة. وقصي بدك تنسيه، بدك تبعدي عنه تماما لبين ما يكبر البوبو. والمشاوير حبيبتي رولا، المشاوير لسه ما حكيت لك عنها، هي بدك تقيميها من قاموسك تماما. يعني مين بده يجي لعندك وانت عندك ولد رضيع؟ ولعن مين بدك تروحي وانت عندك ولد عم يجعر كل شوي؟ يعني رولا القديمة بدك تنسقي لي اياها، بدك تستعدي لرولا جديدة تماما. امسكي حبيبتي. شوفي انا هلا صرت كتير منيحة وتنشطت. إذا بدك روحي لعند أبو وسيم مشان جهزي له الغداء. والله الحق معك، أنا ببقى حبيبتي بطلع عليك كل شوي. دخيل الجمال أنا. وتي قلت لي وتي وتي. فرحانة يجيك ولا؟ كتير. لك يا حبيبي، مو انت اللي رح تحمل فيه 9 شهور، ولا انت رح ينتزع جسمك بعد ما بتجيبه. وبكره ختيارول على قومي حفظيه وقومي نيميه وقومي رضعيه. لكن وردة كتير كمان بس يكون مرضان، قومي خديه لحالك لعند الدكتور. ليك بيبي قصي، موضوع الولاد والخلفة بدك تشيله من راسك. ها انا قبل 3 سنين ما رح فكر جيب ولاد. عجبك اهلا وسهلا، ما عجبك نترك بعض احسن. بس انت عجبك مو هيك بيبي؟ طفيه روحي ما رضيت فايقك حبيبي، عملت لك قهوتك ونزلت على الشغل. بحبك. اهلا ابو وسيم، اهلا وسهلا. كيف الصحة؟ طمني عنك. ان شاء الله ما تواخذني، والله مالي عارفة انتك هون. ايه انا بالعادة بكون هنيك. شو الأخبار؟ الحمد لله. ابو وسيم شو أخباره؟ منيح ماشي الحال. الحمد لله. الحمد لله. عم يعزبة؟ ما بيخلى الأمر يعلى عيونه. شو أنا رولا؟ والله راحت على المدرسة. يو شلون راحت على المدرسة؟ على حد علمي ما بلش الدوام. ايه مزبوط كلامك، بس اليوم عندهم دوام إداري هيك شيء يعني. خير إن شاء الله. لازمك شيء لي؟ لا لا يسلم ايديك. لا يلا تفضلي تفضلي ام وسيم. لا يا ام وسيم يلا بيجي مره ثانيه. الله يسلمك يا رب. شاطره. طلوا لعنا ان شاء الله.
ظريفة الموسيم. ايه لابسك عبالي. ايه شو اكل ما اكل؟ ايه انا مالي حيل اصلا اقوم اشرب كاسة مي. هلا بس يجي قصي هو بدبر حاله. ايه ماما ما رح اعمل له شي خلاص. هو هيك رح نام وارتاح. هالمسا بس فيق بحاكيكي. ايه؟ يلا باي. باي.